وتكرموا وترحموا فلهدي أحمد فالزموا. وإذا سمعتم ذكره فصلوا عليه وسلموا. مرة أخرى من هذا المكان المقام للمغفور له بإذن الله تعالى القرآن الكريم وقارئ جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ عفيفي محروس، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين.
وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقالوا الحمد لله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا إلى الجنة زمرا حتى وفتحت أبوابها
وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده حتى إذا جاء وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش
العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم بسم الله الرحمن الرحيم العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا طول لا إله إلا هو تنزيل الكتاب من الله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب
العقاب شديد العقاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل شديد العقاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا خاشعين منصتين مع التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ عفيف محروس قرأ القرآن الكريم والمقيم بكفر سراوة تطلب الإذاعة الصوتية والهندسة الكهربائية الكاشفة والفراشة بمخازن الحاج عبد الهادي شعبان إدارة محمد عبد الهادي المقيم بسيد أبو شعرة وللسادة المعزين قبول العزاء وشكر الله سعيكم جميعا.